تبذل الحكومتان جهودا كبيرة لتعزيز التبادلات بين شعبين والتبادل الثقافي. على سبيل المثال، عقدت مشاورات رافعة المستوى حول تعزيز التبادلات الثقافية منذ عام 2010، ويشهد على ذلك المرة السادسة هذا العام. كما أطلقت الحكومتان الكثير من المشاريع مثل تشجيع برامج التبادلات الترابية، فالآن يدرس نحو 270 ألف طالب صيني في الولايات المتحدة، في حين يدرس بالصين 20 ألف طالب أمريكي. وترى أكثر من 10 ألاف صيني وأمريكي عبر المحيط الهادي على أساس يومي. كل ما سبق يعمل على وضع أساس متين للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة. في اليوم 12 من نوفمبر عام 2014، زار وزير الخارجية الأمريكية جون كيري السفارة الأمريكية في بكين، حيث منح أول مجموعة من المواطنين الصينيين تأشيرة دخول للولايات المتحدة لمدة 10 سنوات. في رد على واشنطن، أصدرت الصين أول تأشيرة لمدة 10 سنوات إلى المواطنين الأمريكيين. وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان اتفاق جديد خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في العاصمة الصينية، حيث توفر الصين والولايات المتحدة الآن تأشيرات دخول لرجال الأعمال أو السياح ذات صلاحية أقصاها 10 سنوات. أما تأشيرات الطلاب فهي أيضا الآن تصل إلى 5 سنوات.